حاضر أجاوبك. احترامي للكويت ولأهل الكويت. أنا لم أنتقد التسجيل موجود، أنا انتقدت الاتحاد الآسيوي، قلت بالنص وموجود التسجيل وتقدر تشوفه، قلت بأنه الاتحاد الآسيوي يعطي احترام أكثر للاعبين. نحن بعد انتهاء المباراة طلبوا اللاعب موسى التعمري وكان مصاب واعتذرنا لهم، قالوا لا يجب أن يأتي إلى المؤتمر الصحفي. جينا المؤتمر الصحفي كانت الأبواب مغلقة، لا يوجد أحد معنا، وبقينا نلف 20 دقيقة، صعدنا 3 طوابق ونزلت وهو مصاب. فهذا اللي انتقدته، وانتقدت أنه جالبي الكرات ما كانوا موجودين في المباراة. أما الكويت، الكويت تدري كل المحبة والاحترام للكويت وأهلها، وبالعكس احنا ما لقينا هنا إلا كل احترام وتقدير، وكنا مرتاحين بإقامتنا وكل شيء كان. لكن أنا متحدث عن الاتحاد الآسيوي، حتى أكون صريح معك، حتى اختيار لهذا الوقت هو مو بصالح كل المنتخبات. شفت يعني من الظلم أن تلعب ب40 درجة الحرارة وتلعب كل يومين والثالث مباراة، على الأقل كان يكون متسع أكثر للراحة الفرق. وأيضا توقيت التصفيات بالكويت، أنا أعتقد حتى بالنسبة للاعب الكويتي، أنا أعرف اللاعب الكويتي ما يلعب بهذا الوقت من السنة، فكان صعب. يعني اليوم شفتوا الشوط الأول اللاعبين من الصعوبة حتى يتنفسون، فكانت حقيقة هذه هي ملاحظاتي. لكن عتبهم على إلى كل الاحترام، وبالعكس أنا لم أنتقد الكويت ولا التنظيم.